طيب وصلنا لفقرة عبارة الأسبوع بيت القصيد والمقصود، نسمعها وبعدها نسمع تعليق الدكتور. عبارة الأسبوع، يقول أنيس منصور: الأم النشيطة تعلم ابنتها الكسل. بيت القصيد والمقصود: وأعجب مني كيف أخطئ دائما على أنني من أعرف الناس بالناس. تعليقك. شوف مقولة أنيس منصور، والله شوف هذه مهمة. طبعا بعيد، أنا ماني من أهل يعني لست واعظا ولا ناصحا ولا أحب أيضا أن أكون في هذا، لكن أنا أنقل لكم خبرتي. عبارة أنيس منصور عبارة خطيرة. خليني أدخل المدخل. أنا وأنا صغير كانت أمي تعاتبني على الدراسة الله يذكرها بالخير، وكان أخوي يحيى يجلدني الله يذكره بالخير، وكان عمي الله يرحمه يجلدوني. أنا ذاك وأنا فتى في السابعة والثامنة كنت أكرههم. الآن في كل صلاة أدعي لهم. شوف الفرق، لأنه لما كنت صغير أنا ما كنت أعرف مصلحة نفسي، وكانوا علموني الأصول، وبالتالي جيت الآن في هالمنصب وجيت أتكلم، وصار برنامج باسمي هلا بالعرفج. هذا كله شغل سنين، شغل سنين. لما نقول الأم النشيطة تعلم، لما الأم تجلس تطبخ لبنتها وتسوي لبنتها وتغسل لبنتها وتسوي، أوكي هي تعيش دلال حلو، لكن لما تكبر البنت أول ما تنقم على أمها، لا قال لها زوجها ما تطبخين، والله أمي ما علمتني الله يهديها، أمي ما علمتني الله يهدي، أبوي كان مرفهن الله يهدي، وتبدأ تعاتب. وترى هذه مجربة، هذه مجربة. قبل فترة ركبت، أقول لك قصة جميلة، قبل فترة ركبت طيارة وأنا راكب كذا إلا بالميكروفون المرجو من أحمد العرفج، تعريف نفسه على أحد من لاحق الكابينة. والله أنا قلت الله يستر، لا معي متفجرات أصلا، أنا ضد التفجير، ولا معي ممنوع، ولا معي كتب ممنوع أصلا. الحين معي كتب. قالوا الكابتن يبغاك، والله روح الكابتن وسلم عليه بحرارة وكذا. قال لي ما عرفتني؟ لا والله. قال لي يا أستاذ أنت درستني في المتوسطة. قلت له والله. قال لي بس يا أستاذ كنت تضربنا ضرب عميق. قلت له لو ما كنت تضربك ما كنت في هالمنصب أنك تقود طائرة. شفت كيف؟ يعني تنسب نجاحه لضربك الآن. نعم نعم، وغصبا عليك، ومو بقول أعلى ما في خيرك، أعلى ما في وردك أزرعه. أخرج الهياط اللي عندك يا سفيان، خلاص. معليش معليش. طيب. يا سيدي هياطي بسيط على طيار واحد، طيار ترى في مليون طيار في العالم. فأقول لك أنه هذه العبارة لازم تفكر فيها مليا. لازم أن المرأة الأم، أي أم، لا ضرر ولا ضرار، تدلل بنتها وتعلمها مرة في الأسبوع تدخل المطبخ، تتعلم الطبخ، تتعلم، ما تضيع قيمها كأنثى. هي في وظيفة لها كأنثى، ما تعتمد على الشغالة، قد يجي وقت ما يكون في شغالات، فتتعلم الطبخ، لأنه والله شوف أول من يقلب على الأم البنت. طيب يعني الرجال ما همهم للطبخ والنفخ؟ لا 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 لا، حتى الرجل يا لا، ترى قطعت كلامي. شوف أنا مشكلة وجهة نظر، لا دخلت أنا لسه. الأب النشيط يعلم ابنه الكسل. أنا أتذكر شوف، ولذلك خل أقول كلمة حق، أنا عشت في الحجاز، التجار النجديين بارعين في الأمور ذي. تلقى ولد أسرة كبيرة ثرية يجيبون ولدهم يتعلم من الصغر، يكون فراش موظف بسيط يتدرج، لأنه عارفين التركة ذي حتروح له في النهاية. يعلمونه كيف يكتسب العيش رغم أنه ابن ثري، يعلمونه المرجلة، يتعلم كل شيء تجارة، وبعدين يعطونه الثروة جاهزة. هذه هي نفس الشيء، ترى ما نتكلم على الأم بالحالة، لا حتى الأب. أنا أقول لك الآباء يجب تعلم ولدك أن الحياة ليست ما، كل ما بغيت تروح دبي تروح، كل ما بغيت تسافر تسافر، كل ما تبغى تسير السيارة، لأنه حيجي وقت ما يلقى الدلال هذا. فأنا أقول لك أنه حط في بالنا أنه لا ضرر ولا ضرار، نعلم أولادنا، ندلعهم ونعلمهم أنه ترى الحياة لها وجه آخر ما تعرفونه، قد تعبس عليك الحياة ويكتشفونه مع يعني مع سنين الحياة. نعم، ويقول لك اللي ما ربوه له تربيه الأيام. إياي وياك تربيك الأيام يا أبو سلمان. وبالعكس أجمل ما يكون تربية الأيام، غرفك الأيام يا مغرور يا مدلل. لو جايبني الكتاب اليوم بعد يعني. طيب نطلع فاصل. طيب لا لسه دات البيت، اي بيت القصيد. شوف بيت هذا باختصار، مستعجل انا طبعا، عندي موعد بعد الحلقة. والله عرفوج صاير تبلغ العرفج. اقول لك شوف، المعري رغم تجاربه ورغم علمه الغزير وكذا، يقول لنا ان الانسان ترى لا يتوقف التعلم عند مرحله، يتعلم. يقول واعجب مني كيف اخطئ دائما على انني من اعرف الناس. يقول اصادق خالد العقيل وانبسط معه وانا خبير بالحياه واقول احسن، يطلع مقلب خالد العقيل. اصادق شاهين يطلع مقلب. يقول واعجب مني، انا اتعجب من نفسي واعجب مني دائما كيف اخطئ دائما على انني من اعرف الناس. من يقول شوف تضخم، هذا تضخمنا احنا يا العلماء. يقول انا اعرف الناس ومع ذلك اخطئ. شوف التواضع، رفع فوق ونزول تحت. انا مع ذلك اقول لك من اعرف الناس واكلت مقلب فيك يا خالد. والله انا بالنسبه لي
بقول لك في الفاصل. خلي أساس ما تحسب علي أني أخذت من الوقت. فاصل قصير وبعد فاصل أرجع لكم.